أو الاجتماع بتاع المجالس الوطنية للسكان الدول العربية كلها النهاردة مجتمع، وأعتقد على المدى اليومين القادمين، علشان خاطر يناقشوا كل الخطط والبرامج السكانية في المجتمعات العربية جميعا، وتبادل الخبرات لوضع السكان بأهمية خاصة على أجندة التنمية الدولية اللي حاليا في كل العالم بيتم مناقشة المؤشرات اللي هنستخدمها في متابعة التنمية بعد 2015. عايزين نحط السكان أولوية من الأولويات، لأن احنا وطن بعدد سكان عالي، نمو سكاني عالي يفوق كل المؤشرات النمو الدولية، وبالتالي احنا عندنا عدد كبير من السكان محتاجين نهتم بيه، نهتم بخصائصه، نهتم بتوزيعه، نهتم بكل ما يتطلع إليه من أمال وعيشة كريمة إن شاء الله. النهاردة احنا لسه في الافتتاح، التوصيات حضرتك ممكن تسأل عليها بعد يومين لما يتم المناقشات ونتوصل إلى التوصيات، إنما احنا زي ما بقول لحضرتك من الأول الاجتماع ده معمول علشان وضع أهمية خاصة للسكان على أجندة التنمية الدولية.